كان حارس المقبرة يلعب مع الخفافيش والبوم. فجأة شد انتباهه رجل راكع على قبر. بدأ الرجل وكأنه يبكي ويرتعش وهو يردد: لماذا كان عليك أن تموت؟ لماذا كان عليك أن تموت؟ اقترب الحارس منه وقال: سيدي، لا أريد أن أتدخل في حزنك الشخصي، لكن مظاهر الألم التي تبدو عليك أشد مما رأيته من قبل. على من تحزن بشدة؟ طفل؟ أحد الوالدين؟ جمع الرجل أنفاسه وقال: زوج زوجتي الأول. فات الدكتور على غرفة المجانين، لقاهن بيعملوا حالهم بيسوقوا ميتورات. لقى واحد قاعد لحاله، قال له: أنت ليش ما عم تسوق معهم؟ قال المجنون: شو شايفني مجنون مثلهم لحتى سوق بالغرفة؟ قال الدكتور: برافو عليك، امشي الحقني لحتى طالعك لبرا. قال له: اوه هذا مشوار بيحرز، طلع وراي. قال الدكتور: فكرناك عاقل، طلعت اجحش منهم.